ضيفنا اليوم معروف بعالم السوشيال ميديا وبلش من عمر 13 سنة ليكون من أهم الشخصيات الأكثر كوميديان اللي عم يعمل أفلام وفيديوهات تعجب الجمهور. هيك الكل بيقولوا، أنا لما فتت على حسابه عن جد عجبت فيه. كندي هي الشخصية المهضومة فاتت عالم السينما ليكون برصيده 3 أفلام من بطولته. خلينا نتعرف على الشخصية كندي لليوم، بس قبل ما نبلش الحلقة فوتوا اشتركوا بقناة الآن على اليوتيوب وفعلوا زر الجرس وعملوا لايك. كندي كيفك؟ والله الحمد لله. هلا إذا بدي أقول الهضامة على السوشيال ميديا، إذا بدي أقول المحتوى الحلو اللي بعيد عن الابتذال، منقول كندي. والله تحرجني أنت حالك. لا هذا الواقع، يعني أنا ليك حلك شغلي، أنا من النوع اللي ما كتير تابع على السوشيال ميديا يعني كتير ناس، بس أنا لما فتت على محتواك عن جد حبيته. والله تسلم، نحاول قد ما نقدر نقدم الأفضل. طيب بس بدي أسألك، ليش الكندي؟ والله شوف، بشكل عام الناس وايدين كانوا يسألوني هالسؤال قبل، ان اساس كندي اسمك غريب، اقول هذا مو اسمي، هذه اسم العيله الكندي. فدائما لما انا كنت صغير كان يسموني على اسم العيله، كان يقول لي الكندي تعال، كندي روح، كندي هذا، فكان سهل جدا. بس انا اسمي محمد، بس ما حد يعرف هذا الشيء. طيب هي يعني محمد حق الجمهور. طيب هلا نحن اول فقره هي اسئله، 12 سؤال راح يكونوا، بتمنى انك تكون قد التحدي وتجاوب عليهم كلهم. اذا رح تعمل باس فيك تعمل هذا الموضوع، بس نحن رح نطلب منك طلب ساعات. عادي نو بروبليم. اوكي، اول سؤال، صديق مقرب لك على السوشيال ميديا عمل لك انفولو او شال المتابعه عنك؟ صديق قريب لي سوالي انفولو، عندك للاسف والله راشد بالحصى. واللي عمله راشد زعجك؟ ما زعجني، لان انا ما خذيته كصديق سوشيال ميديا اكثر مما خذيته كاخ، فالشيء ما ضايقني في السوشيال ميديا يعني you know، بس خلاص تصير عادي، الامور طيبه. هذا خلاف بينك وبين راشد لامتى؟ ما في خلاف اصلا، هو بشكل عام كان حزته كان في نفس دراما صايره في السوشيال ميديا، فلما حتى وصل لي الانفولو انا ما انزعجت، لان انا ما شفته كصديق سوشيال ميديا، شفته كصديق في الحياه الحقيقيه. بس لا، احنا امورنا طيبه بالعكس، وقتها يعني كان يو الناس تبى تسوي دراما وحركات، هو كان مع الدراما وانا كنت مع الدراما، فلما سوى انفولو الناس كانت تحكي، وهذا الشيء كان ناجح، ف يو مشينا عليه. يعني انتم ممكن الناس تتهمكم انه انتم عملتوا هذا الشيء مشان تعملوا يعني مثل، انا تفاجأت منها، انا ما اخذتها كان على اساس اني انا كنت مرتبنها من البدايه، بس هو بعدين قال لي عادي الامور طيبه بالعكس، يعني هذا يو من ضمن الدراما. بس انا صراحه اللي الحين ما اعرف القصه الحقيقيه وراء الانفولو اللي حصلته. طيب السؤال الثاني، هل حاول راشد ان يوقع بينك وبين انس الشايب؟ هو ما وقع بيننا. شوف، هو بشكل عام اللي صار ان انا كنت ابغى اوقف مع الاثنين، انا كنت ابغى اكون معاهم هم الاثنين، ابغى اساندهم هم الاثنين، لكن للاسف يعني راشد كان ماشي على مبدا يا 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 انس يا هو، فقلت لا عيب يعني، كنا اصدقاء كنا هذا. بس وقتها حزتها يعني كان في وايد ادرينالين، ولنا فايت واول فايت في 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 الميدل ايست بشكل عام حق اليوتيوبرز، ف يو نو كل في اشياء خرجت خارج السيطره، بس الحمد لله الامور طيبه الحين. طيب انت بالنسبه لك يعني هن كلهم اصدقائك؟ اكيد يعني أكيد. انت اللي وقعت بالمشكله. انا لا، انا ما وقعت بالمشكله، انا بقول لك شو اللي صار بالضبط. انا عاملت الموضوع كانه اوكي انت تباها شيء خلاص امورك طيبه، انه اوكي ما انت يعني قال لي اختار بين هذا وهذا، انا ما عجبني الوضع اني اختار، فوقفت مع انس. طيب سؤال بصراحه، انت لهلا بتتعامل مع راشد وبتشوفه بتتعاملوا مع بعض، ولا هي صارت صداقتكم عن بعيد؟ صداقتنا من بعيد، نسال عن بعض من فتره لفتره، لكن مو بكل شيء نفس قبل صراحه، لا تغير الوضع. بيحزنك هذا الموضوع شويه؟ هي بس نفس الوقت يعني الواحد يكمل حياته، في ناس تستمر معك، في ناس ما تستمر، هذا الشيء هذه طبيعه الحياه، يعني الواحد لازم يستحمل، لازم يعرف انه مو 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 كل الاشياء تدوم لنا، مو كل الناس تدوم لنا، انت بس اهم شيء في حياتك انك تكمل وتتوكل على الله. طيب قد ايه بتفرق الصداقه بين السوشيال ميديا، اصدقاء السوشيال ميديا واصدقاء الحياه العامه؟ فرق كبير جدا. يعني انا نفس يعني كيف اقول لك، اني انا عندي اصدقاء في السوشيال ميديا وعندي اصدقاء خارج السوشيال ميديا. الاصدقاء اللي في السوشيال ميديا في نصهم اضيفهم على لسته الاصدقاء اللي خارج السوشيال ميديا، يعني من صديق سوشيال ميديا يصير اخ. بس في ناس صديق سوشيال ميديا ويبقى صديق سوشيال ميديا، مع كل احترامي، لانه في النهايه هو صديق سوشيال ميديا، ما رواني الخطوات اللي هو يقدر ياخذها انه يكون معاي كاخ،
يعني هو ما بقول لمصلحتي، بالعكس كل واحد يدور على مصلحته في النهاية في السوشيال ميديا، يعني اكيد شات اوت وكذا وهذه وحركات هذه، بس في النهايه احترمني وانا احترمته، بس يعني في النهايه انتم نحن اصدقاء السوشيال ميديا ما بيننا اكثر. بس في ناس تعرفت عليهم وصراحه صاروا اكثر من السوشيال ميديا، صاروا اخوان وعاشرتهم وصراحه يعني وايد شرفت بمعرفتهم. طيب شو بتقول للي بيربط الصداقه بين السوشيال، يعني صداقه السوشيال ميديا بيربطها بالحياه العامه؟ يعني في كثير اصدقاء مثلا بيكونوا على السوشيال ميديا مثل ما قلت انت، هودي الاصدقاء السوشيال ميديا بيجوا بيفوضوا حالهم انه لا نحن اصدقائك، نحن صديقك، لا هني ما صاروا أصدقائك. والله انت ما تختار تكون صديقي صح. فالمبدا هو كله ان نحن مو في الحضانه او في الثانويه، يو نو المبدا اكثر عن شيء. انت لما تتكلم عن صديق بشكل عام انت ما تتكلم عن واحد بس موجود في الايام الحلوه ويو نو موجود حق الوناسه او موجود حق الاوقات الجميله بس، لا تتكلم عن واحد صديق وقت الضيق. اذا مثلا انا كنت في مشكله انا عارف اتصل في مين، يو نو هذا الصديق اللي يكون موجود معي في الحلوه والمره، هذا هو الصديق. اما صديق السوشيال ميديا لما يكون معي موجود في الايفنتات وفي الاعلانات وفي الفيديوهات بشكل عام، يو نو مجرد صديق السوشيال ميديا، ها هو المبدا كله. فالشيء ما يزعل، بالعكس اذا هو يبي يخليها على هالمبدا وانا ابغى اخليها على المبدا، بالعكس يعني انا يعني اعطيه كل الاحترام والتقدير. بالعكس صديق السوشيال ميديا في النهايه، لما اشوفه في الايفنت اسلم عليه وكذا، اشوفه في فيديوهات اسلم عليه وكذا، بس يعني في النهايه نحن ما نطلع خارج نطاق السوشيال ميديا. طيب اسالك، فيك تعطينا صديق انه هو سمينا صديق كان على السوشيال ميديا وصار مقرب جدا؟ صقر محمد. صقر محمد يعني من الناس اللي تعرفت عليهم من خلال السوشيال ميديا، وفي غيرهم وايدين بس هو الصراحه الاقرب لي. شو بتقول لليوتيوبر اللي شايف حاله او مغرور؟ هلا يعني ما شاء الله عليك، يعني انت من الاشخاص المتواضعين، بس في كثير ناس مثلا بتشوفني يوتيوبر هن مشهورين بيطلعوا عندهم شوفت حالهم ومغرورين، انت شو بتوجه لهم رساله؟ والله شوف من الاخر رب العالمين ترى صنع يعني كونك من طين، شايف نفسك على شو؟ هذا هو المبدأ، هذا رقم واحد. رقم اثنين كلنا سواسية، حتى أنا المشهور ترى ما عندي جناح، فأنت كيف لما يجيك واحد مشهور ويرفع خشمه ترفع خشمك على شو؟ أنت يا ريت لو عندك فلوس، أنت ترى بس مشهور أرقام. يعني أنا أعرف مشاهير، يعني أنا أعرف مشاهير صدق يقول لك ترى في مبدأ يعني الناس ماشي عليه اللي هو مشهور فلوس، لا فلوس غير مشهور غير. الغني واحد شغال بزنس يقوم الصبح يفطر وحركات يروح يشوف السوق المالية وحركات، هذا واحد غني عنده فلوس وكذا. أما المشهور هذا واحد مشتغل على محتوى أوكي دخل معقول، لكن مش واو، مش اللي أنت حاط في بالك. يمكن في ناس ما شاء الله عليهم شغالين على نفسهم واصلين لهاي الشهرة اللي بس لما أتكلم عن شهرة الفنانين وشهرة السوشيال ميديا ترى مختلفة جداً. شهرة الفنانين اكيد تختلف لان اكيد اللايف ستايل مالهم مختلف جدا، وعندك ناس صار لهم فتره طويله في المجال، بس السوشيال ميديا ترى مو بالدخل اللي المتابع يحط في باله انه واو هذا اكيد يسوق روز رويز. لا عندك انت دخل غير السوشيال ميديا؟ انا عندي اي عندي بزنس، بس البزنس هذا انا قررت اخليه برايفت، يعني قررت ما احطيه في السوشيال مع ميديا. مع انه واحد غيرك بيحاول انه يستغل شهرته على السوشيال ميديا، مو جاهز شغله، مو جاهز هو حاليا، يعني انك كبزنس مو جاهز. انا ابغى البزنس يكون جاهز 100% عشان اقدر احطيه في السوشيال ميديا، لان شوف في النهايه انا كنت موجود في مجال الاعلانات، فلما انت تيجي تعلن حق شيء وما يطلع تمام في النهايه ترى الجمهور ترى بيكون مستاء، بيقول انتم محسوبين على يعني نحن الناس ان كان اعلامي او مشهور على السوشيال ميديا او فنان محسوب عليه الكلمه. اكيد صح، اكيد لان انت عندك جمهور عندك مسؤوليه، فتيجي تقول كلمه او كلمتين وعندك انت اطفال اكيد بياخذون على كلامك. فانت لا تيجي تقول لي والله العظيم انا ما قلت له يتابعني، هو انت يعني انت في كل مكان كيف ما بيتابعك؟ بعدين الاهل يعني شوف عندك مشكله من الطرفين، عندك المشهور نفسه وعندك الاهل. انا كاب ان شاء الله يوم من الايام ادعوا لي بالتوفيق ان شاء الله، يعني شوفك ان شاء الله نتزوج ان شاء الله، بس انا اذا كان عندي ولد اكيد بيكون في باوندرز، بيكون في ليميتس، من حقي اشوف تليفونه شو يتابع شو يسوي وين منو يتابع. بس لما يجيك الاهل والله انا واثق في ولدي ما ادري شو، ما في شيء اسمه واثق في ولدي وهالجيل الجيل هذا ما في. يعني يمكن قبل اوكي الوضع كان سهل، كان في يمكن في الميدل ايست مثل ما عم تحكي على التيك توك. شوف تيك توك بشكل عام، انا ما اتكلم عن البلاتفورم بشكل عام، اتكلم عن الموجودين في البلاتفورم. يعني انت حط في بالك الموضوع صار وايد ايزي وايد فليكسبل لدرجة الناس تشوفها عادي، بس أنا كإنسان جاي من الجيل القديم أشوفها مو عادي أبد. طبعاً يعني الجيل الجديد وايد ماخذنا عادي وكذا، وحتى يعني مثلاً أنا دائماً أسأل نفسي يا أخي أهاليهم ما يسألون
وين أهاليهم موجودين؟ أكيد موجودين. هلا الأطفال يعني مثل ما بيقولوا نص مصيبة، بس عندك الأشخاص الكبار والواعيين اللي عم يطلعوا يقدموا محتوى. هذا المحتوى بذيء. يعني شوف أنا أتكلمها من مبدأي أنا كيف أنظر، لأن يجي علينا مسمى المشاهير كله مسخين. لا حبيبي. بيروح الصالح مع الطالح. إن لا تجمع. مو عيد، فأنت كيف إنه أوكي في صدق مشاهير يتعبون على عمارهم، في مشاهير أوكي صدق يعني اللي يلا زحمة مع الناس عيد. شو بتقول للأشخاص اللي هن اليوتيوبر اللي بيقدموا محتوى مشان يخلوا الناس يعني مثل بالعامية مثل ما بيقولوا يتمسخروا أو يستهزئوا من اليوتيوبر التانيين؟ وفي أشخاص هيك موجودين على اليوتيوبر وأنا ما راح أذكر أسماء. الانتقاد البناء ترى جميل جدا، مو البناء إيه، بس الانتقاد الغير بناء من ناحية اللي يسمونها البولينج أو عندك الأونلاين بولينج، زين التنمر هذا اللي قبل التنمر كان في المدرسة واحد يجي ياخذ أكلك ياخذ فلوسك يقولك يلا روح، بس الحين صار التنمر أونلاين. صح. يعني حتى ما مش لازم يكون من يوتيوبر ليوتيوبر، عادي يكون من المتابعين نفسهم ليوتيوبر ثاني، او هذا المتابع يقول يطرش متابعينه كانه جيش رايحين يجاهدون انه يلا روحوا اهجموا على هذا اليوتيوبر. لا غلط، نحن مسوين يعني شوف المبدا كله الناس ماخذين يوتيوب تحدي، هو اصلا مش تحدي، كل واحد فاهم محتواه وكل واحد مبدع في مجاله، فاذا انا بحقد على واحد ليش احقد عليه؟ ترى الرزق من رب العالمين مش منا ولا من فلان ولا من علان ولا من الفولورز اللي انا ادخلهم، فانت ليش تتكلم او تطلع كلام او تطرش ناس او تسوي دراما مع مشهور ثاني بس لانك حاقد عليه؟ طيب تعطينا اسم من هؤلاء الاشخاص؟ والله شوف انا والله انسان ما بتدخل، انا المبدا كله ان تعرضت لهذا الموضوع مش يا حدا. انا تعرضت وايد بس ما اتكلم، لان شوف مع كل احترامي يعني انا ما بقول انهم يعني عشان ما حد يفهمني غلط، بس هذا اقرب مثال دائما الناس تقول لي، بس اقول لهم هذا اقرب مثال، انا ما اقول هم كلاب، بس يا اخي الكلب اذا نبح علي نبح ترى كلب في النهايه حيوان صح ولا لا؟ اذا نبح علي يا اخي، اذا نبحت عليه ترى انا بيبين عليه غبي بيبين عليه غبي صح، لان الكلب قاعد ينبح هو شوف باله قاعد يتكلم معك، لا ما قاعد يتكلم معك ما قاعد يسوي شيء منطقي، فانت لما ترد عليه معناته انتوا الاثنين فيكم مشكله، بس انت شو تسوي كانسان عاقل كانسان فاهم؟ تروح ولا تشوته ولا تروح، او مثلا تسوي نفسك كانك ما سمعت، فالكلب راح يحسهم لغبية ويقول اوكي خلاص. طيب رح اسالك سؤال صعب جدا وما رح تجاوب عليه، بس انا رح اسهل لك يا مشرط يكون عربي ايزي، انا قلت لك انا قد التحدي حبيبي. اوكي لنشوف مين اليوتيوبر او الانفلونسر اللي مستحيل تتصور معه؟ اليوتيوبر او لا تقول لي انه ما في حدا، اكيد في اشخاص. هلا ليك انا رح اسهل لك اياها، مشرط تكون انك انت ما بتحبه، ممكن من الاعجاب الكبير انك انت تخجل تتصور معه. ها حلوه، حبيت الطريقه السؤال يعني انا حبيت لانك صريح، حبيت يعني سهل لك السؤال. حلو اوكي انا صريح. أنا صريح. طيب مين هو الانفلونسر او اليوتيوبر اللي انت ما بتتصور معه ابدا؟ اللي مستحيل اصور يا ابدا ابدا، والله يا اخي هذا السؤال وصل لي قبل بس كنا في قاعده شيء يا اخي، في ناس انا ضد محتواهم بشكل عام، بس خلنا اتذكر يا اخي انا ما تابعهم اصلا، بس اخاف اطول عليك. لا خذ راحتك. ما هو بتعطينا اسم يعني مثلا من جماعه التيك توك؟ من جماعه التيك توك خلينا نحكي عن التيك توك بما انه في ناس كثير عم تقدم اشياء. يا في واحد انا صراحه ضد محتواه مستحيل اصور معاه لو شو ما صار، الناس اللي تيجي تصور اخوات، واحد كان يصور اخواته وشي، صراحه انا ضد هذا الشيء يعني، هو اوكي عادي تصور اخواتك بطريقه يعني مثلا اللي ساكن بامريكا. ايوه كيمو كازي ايه اوكي. يعني حلو صور يعني صور مع اخواتك نو بروبلم، يو نو في ناس تصور مع اخواتهم وعادي، اذا هذا المبدا انت تمشي، انا مستحيل اصور مع اختي طبعا، بس اذا هذا المبدا انت تمشي عليه يا اخي الله يوفقك، بس يا اخي على الاقل لا تطلعهم بطريقه كانك انت يعني مع كل احترامك كانك رخيص يعني. صح يعني شوف كلمه الحق تنقال، ما يزعل الشيء، حبيت صراحتك. ايه ما يزعل الشيء يا اخي، انت يمكن هذا هو اجى كمان شفناه اجى هو وعيلته ايه على دبي واحتفلوا ايه فيهم ايه، بس انه يا اخي شوف انت هاي الصوره اللي تروينا اياها انت شو قصدك؟ انا ما اعرف برايك، بس يعني عيب امه وابوه واخواته ومقاربه، عيب والله عيب، يو نو انا صراحه ما ارضى يعني.
يا ترى الواحد ممكن يعمل سروي من السوشيال ميديا؟ اوف مينون اكيد سوري يعني اكيد بقولك ليش. بقولك السوشيال ميديا نفس اي مكان اي شيء ثاني هو بزنس. يعني اوكي تستغله صح طلع فيه ملايين، اما تاخذه كرفاهيه وتضيع فيه وقت وكذا لا. طيب تعدت ثروتك المليون دولار؟ مليون دولار عم يحسبون يمكن اكثر دولار دولار لا ما اعتقد مليون دولار ما اعتقد درهم يمكن الله اعلم. طيب اوكي مليون دولار ما صارت بس درهم ما بيعرف. طيب كيف بتتعامل مع المتنمرين على السوشيال ميديا وشو اكثر كومنت ضحكك؟ يعني كان تنمر بس ضحكك. احلى كومنت ضحكني من المتنمرين قال شوف في وايد كومنتات عنصريه على فكره. بدي اقول لك شغله، انت كثير مهضوم وانا كثير مستمتع باللقاء. تسلم. في وايد كومنتات عنصريه توصل لي، بس الكومنت اللي صدق صدق عجبني اللي هو مبروك عليك فيلم رامبيج الجديد. فانا ما استوعبت الكومنت في البدايه، بعدين عرفت ان الفيلم عن القرود. انا هني مت. فالكومنت كان كوميدي في تنمر وكوميديا سوداء. فانا انا اضحك لان شوف بشكل عام لازم تتعافى هذا الشيء في من ناحيه المتنمرين. المتنمر يحب لما انت تعطيه انك انت من فعل، يحب لما يشوفك تتاثر. فلما انا اقول لك اي انت يا اسود، انت تقول انا اسود انا اسود، هي يقول ايوه انت اسود. بس اذا انت قلت له، اذا هو قال لك انت يا الاسود، انا اقول اوه يا الابيض، اوكي مع بعض نسوي ملك شيك ووو يو نو اللي. بس كان المبدا اني انا زعلك، ليش ما انت قاعد تزعل؟ يقول بالعكس ما تفرق معي الا هي كلمات صراحه. يعني انت ما بتهتم بالموضوع بتقلب؟ قبل كنت اهتم والله صراحه، قبل كنت ارجع البيت كنت اقول حق امي ليش كذي يسبوني ما ادري شو. عقب امي اعطتني نصيحه قالت لي ترى في النهايه هو كلام ما بيغير منك شيء. صح وليك وينك ما شاء الله ناجح. الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله. طيب كيف يعني وين بتشوف حالك بال 2023؟ 2023 يعني سنتين من الحين؟ لا بعد سنة. بعد سنه؟ يا اخي زيد قول خمس سنوات. طيب خمس سنين 2028 2028 اوف بيكون 2028 اوف والله بنتقدم وايد السنين. اوكي 2025 ان شاء الله باذن الله. انا الحين عمري 23 يعني من هون ل 2028 يعني ست سنين بتكون يعني بعزك. ايه بعدني 28 29 شوف عمري والله صراحه ان شاء الله باذن الله واعزمك على عرسي ان شاء الله بكون متزوج ان شاء الله. راح افكر استقر يعني في هذاك العمر. الحين ابى في ناس تقول والله العظيم انا ابى اعيش حياتي، لا انا ما بعيش حياتي، انا عشت حياتي، انا ابى ابني حياتي الحين. طيب بما انه عم نحكي عن الزواج، شو هي مواصفات شريكة حياتك؟ والله ما في مواصفات يعني الا الواحد ما يكون بحب يعني ستايل. يا اخي خلينا نكون صريحين اوكي يا اخي، هذا الشيء لازم كلنا نتفق عليه، وانتم هني طاقم التصوير طاقم الانتاج لازم كلكم تتفقوا عليه. يا اخي ترى نحن الشباب عيوننا زايخه. ايوه هي اللي بدها تتزوجك عم تشوف. ايه لا لا انا بس اقول يا بنات لازم تعرفون هالشيء. يعني لما واحد يسالني هالسؤال عادي كل لقاء او كل مره يسالني سؤال يتغير، شعر قصير شعر طويل اشقر احمر اصفر عيونها زرق عيونها بنيه عيونها عسليه. ما في، بس دائما اللي يلعب دور الشخصيه. في ناس تقول لي اوه انت كذاب شو لي شخصيه، انت يعجبك وايد اشياء غير الشخصيه. لا لا صدق الشخصيه اللي تلعب دور، لان هذه بس جماليات مكملات. يعني لما الواحد يقول لك والله شخصيته حلوه بس اكيد لازم تكون جميله، انا ما بقوم كل يوم على وحده زومبي كيف. فعباد تكون وحده جميله اكيد هذا الشيء اكيد جمال يلعب دور، لكن نفس الوقت حرام تكون جميله وما فيها شخصيه ولا ما تمشي على نفس الستايل اللي انا امشي عليه ولا نفس الجو اللي انا امشي عليه. فهمت كيف؟ سألك سؤال، زوجتك بالايام ممكن انك انت مثلا اذا تشوفها على السوشيال ميديا او شيء ولا هذا رح تكون؟ اذا كانت في السوشيال ميديا اوريدي انت ما عندك مشكله تتزوج من مشاهير السوشيال ميديا؟ اذا كانت في السوشيال ميديا يمكن ما تكون في السوشيال ميديا. إذا كانت في السوشيال ميديا حقها، بس اني اطلع معها فيديوهات هاي جايز اليوم عنا بنطبخ نحن كوكيز لا انسى. طيب في حدا ولا لسه القلب خالي؟ صراحة والله القلب خالي صراحة. قد ايه صار له؟ تعرف ليش دائما انا افكر من اي ناحية؟ من الناحية المنطقية. تخيل انا الحين احب وحدة كمل ياها خمس سنوات. ما بتكمل. لأن شوف انا ما اعرف ليش ملولي. انا ماشي على مبدأ ان انا عندي عمر معين.
فيمكن هذا المبدا وانا صغير يعني، فانت كيف اللي انا بتزوج وانا عمري 28 او 29 او 30 يمكن ان شاء الله يمكن. ف وبعد عندي مبدا ثاني يمكن يكون خاطئ بس يا اخي انا ماشي عليه، لو شو ما صار ابى ربعي يتزوجون، ابى اشوفهم هم متزوجين ان شاء الله يا رب. طيب كيف بتشوف المراه بشكل عام؟ كيف تقييمك لهذا المخلوق اللي هو نص الكون؟ هي اكيد يعني لما تتزوجها تكمل نص دينك يعني. يا اخي وراء كل رجل عظيم امراه عظيمه بعد نقول. فانا عندي كل الاحترام لكل امرأات في العالم، سواء كانت امي، اختي، صديقتي في العمل، حبيبتي، زوجتي، ايا كان، صدق يعني لي كل الاحترام لهم. لان اوكي يعني بغض النظر في اشياء الولد يقدر يسويها، في الاشياء البنت تقدر تسويها، يجتمعوا مع بعض بوم فريق شو فريق القوه، فهمت كيف؟ فلي كل الاحترام لهم. وبالعكس دائما انا اشجع البنات لما يدخلوا اي مجال يخص الشباب، يعني انا ما اقول حق نفسي انه والله الشباب يقدرون يسوون اشياء البنات ما يقدرون، لا بالعكس، ياما شفت بنات موجودين في مجال الجيمنج، ياما شفت بنات موجودين في مجال الكوره، ياما شفت بنات موجودين في مجال حتى الميكانيك والسيارات. يا اخي اوه اموت اموت، بنت تلعب فيفا او الماريو توداي. حلو. كيف عم تشوف القصص اللي عم تشوفها هلا؟ شفناها بمصر، بالاردن، قصص قتل اللي صارت، الجرائم، والله ضايق والله، خصوصا انك انت من مشاهير السوشيال ميديا، يعني كمان لك يعني لك راي بالموضوع. تعرف يعني انا كان ودي حتى اتكلم، ما عرفت كان اتكلم يعني لساني ربط، وايد ضايقت يعني لما شفت القصه وشفت قصه ورا قصه ورا قصه، قلت يا اخي كنت اسال نفسي هل العالم وصل لهالدرجه من القساوه؟ يعني انا ما بقول الحمد لله الحمد لله ولك الحمد، موجود انا في امن دوله في العالم، الحمد لله، الحمد لله. امن وامان وكل شيء تمام، ونشكر شيوخنا الله يحفظهم صراحه ما قصروا في هذا الشيء. ولكن نفس الوقت يا اخي دائما يوم اشوف هذا الموضوع يعني انا اللي يقهرني اللي يجي يلوم البنت، ليش تلوم البنت؟ صح، وفي ناس صارت تدافع عن الشاب. يعني doesn't make sense. لأن شوف، لأن يعني طلع قبل فترة، بعد طلع في تيك توك هذا الترند على أساس إن أحزاب بنات وشباب. ما في شيء اسمه أحزاب بنات وشباب، نحن يا أخي انخلقنا عشان نتزاوج، تيتزوي لي أنت أحزاب إيش؟ صح. مين هو بطل فيلم خليك شنب؟ والله ثلاث أبطال مبدعين، كل واحد قاعد يأدي دوره. بطل بدك تسمي لي؟ والله العظيم أقسم بالله إن كلهم أبطال، وكل واحد قاعد يؤدي دور. الفيلم منقسم ثلاث اجزاء، اكون صريح معك، جزء كندي، جزء سعد، جزء عمار، وعندك بعد عندك ممثل شو اسمه، ابطال ثانويين صراحه ابدعوا. لا شوف الفيلم بشكل عام، اذا كل كان فيه بطل واحد والفيلم يدور عنه، باقي بس يكون مخرج ومصور. انا ما احب هذا الجو، لان انت لما تركز على شخص واحد طيب بدي تنسى حلاوه طيب الفيلم. اوكي، مين اللي شدك بين شيلك عن انت، مين شدك اكثر، سعد ولا عمار؟ والله صراحه كان في كيمستري مو طبيعي بيني وبين عمار، صح، كيمستري في الفيلم الاول والفيلم الثاني. سعد ما تقدر تقول انه ما بيني وبينه كيمستري، لا في بيني وبينه كيمستري، بس انا اكون صريح انك بيني وبين عمار في كيمستري مو طبيعي، من ناحيه التمثيل، من ناحيه المشاهد، دائما يكون كانه، لان لو تفكر فيها يعني، انت لو تركز في الفيلم سعد هو اللي شويه عاقل، اوكي. انت بتحب الزهران؟ ايه. عمار اللي شويه متهور، وانا خلاص ضايق، انا خلاص طيب بدي منك تعطيني ثلاث صفات تكرههم بحالك. ثلاث صفات اكرهها بحالي. سؤال جميل جدا والله صراحه، ما سألت نفسي على السؤال قبل. أول صفة هي أني أنا وايد كيف أقول لك، وايد أهتم، كثير كثير أهتم، يعني إذا صار شيء أهتم فيه كثير، فهالشيء وايد أثر فيني أنا ككندي، يأثر في نفسيتي مرات، فأنا من النوع اللي وايد أهتم. الصفة الثانية هي أن أنا وايد طيب، يعني ما رأيك أن أنا أحسن واحد في العالم وأطيب، لا صدق فيني طيبة مو طبيعية، يعني عادي أشوف واحد يقتل ربيعي وعطشان اقول له تفضل مي. لا لا اقول لك مثال، يعني اقول لك مثال انه فيني طيبه مو طبيعيه، تاثر عليه كثير لان الناس تحب تستغل الطيبه يا اخي. والله تفكير الزايد بالامور الطيبه. والشغله الثالثه؟ الشغله الثالثه التوقيت، الله يسلمك
قاعد احاول اشتغل. شو رايك اليوم في الدكتور؟ لا بالعكس، هو قال لي أربعة على خمسة كان عندي. شكرا. ان هي ببدايه اذا بلشت تبغى تسمع القصه. تبغى تسمع القصه؟ ابويا طالع في قناه من القنوات اللي كنت اصور معاها في مقابله، ابويا مطرش مقاطع انه يتكلم، سالوه اسئله عني انا. وطبعا كالعاده شو قال هو؟ قال محمد ولدي في التوقيت تعبان، ففضحني قدام العالم. قال لي في التوقيت تعبان، ونفس الوقت الشيء المحرج اني على نفس القناه اللي انا كنت رايح لها كنت متاخر انا تقريبا ساعه. ايوه اللي زبط الموضوع. لذلك من ذاك اليوم انا وعدت نفسي قلت لا انا لازم كل مره اشتغل على موضوع التوقيت. انا قال لي صديقي قال لي ما اتصلت فيه، قلت له لا خلاص انا متوقع على الاربعه يكون. اربعه ل 10 قال لي انا سبع دقائق بكون، وفعلا كان. كنت بدي اقول لك شكرا لك، هي الفقره الاولى خلصت وما شاء الله كنت قد التحدي وجاوبت على كل الاسئله وما احتجت انك تستخدم ولا باس. شكرا شكرا. هلا بدنا ننتقل للمرحله الثانيه. المرحله الثانيه اصعب. اصعب؟ تقلوا على المرحله. كنت جاهز للمرحله الثانيه اللي هي اصعب؟ يا اخي في اضاءه مو طبيعيه، كنت لابس نظاره ما استوعبت هذا الشيء. هلا بس بدنا نشوف بعض اكثر. الحمد لله يا الحمد لله. كنت عم تقول لي كمان انت في صفه نسيت تقولها. ايوه 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 يا اخي دائما لما تتسكر الكاميرات تتذكر الاشياء اللي كنت ابغى تقولها. انا فيني صفه اللي انا انفعل على طول، انا نفس الكبريت على طول ما. بس انفعالك بسيط. انفعالي بسيط بس شوف الحلو في الانفعالي بتضحك كوميديا، ما فيها اللي شيل الطاوله افرها، لا 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 تضحك تضحك اللي يكون انفعال بس بطريقه كوميديه. طيب ان شاء الله هيك اليوم ما تنفعل معنا. لا لا اكيد. بالعكس بالعكس. شو فيها؟ لو هي فقره راح تكون فيها انك تتخيل حالك محل او انت اللي عم تعمل هذا الشيء يعني. يعني اوكي. شو فيها لو كنت مخرج خليك شنب، شو الشيء اللي بتغيره؟ لو كنت مخرج خليك شنب شو اللي كنت بغيره؟ صراحه عن نفسي في يعني في بعض المشاهد كنت اشوفها انا يعني مخرجنا لا تزعل كنت اشوفها ما لها داعي، بس انا في النهايه احترم المخرج لانه يعني هو عنده نظره. بس لو انا كنت مخرج يعني شيء طبيعي اكيد بقول حق نفسي لا هذه لا ما لها داعي. يعني انت بس انا بتشوف هاي المشاهد ما كان لها داعي بس انت احترمت راي المخرج. اكيد احترمت راي المخرج، بس انا بعد في النهايه اكون صريح معك انا ما شفت الفيلم، فاكيد انا هو عنده نظره بس انا يمكن في اللوكيشن يمكن ما فهمتها. فهمت المقصد؟ لان انا موجود في الفيلم كله تقريبا 99% في الفيلم انا موجود، بس في مشاهد كذا انا مش موجود فيها، لما شفتها يمكن ما فهمتها، بس اكيد اكيد بفهمها لما اشوف الفيلم، بس انا كمخرج احس انه تنشال. تنشال. طيب شو فيها لو كنت بايفنت وكان الايفنت معمول على شرفك وانت نجم الايفنت ورحت على هذا الايفنت وما شفت فيه ترحيب مناسب او ما حسيت انه احتفلوا فيك بالطريقه الصح؟ والله ايزي، بروح بدور صينيه، هاي الصينيه بحط فيها كاسات وبوزع الكاسات على الشباب كاني انا قاعد اساعدهم في الايفنت. اي نعم ولا هدهز انا شو انا منسجم بالموضوع. لا لا انا شوف صراحه انا ما احب الجو اللي تحسسني كاني انا يعني انا من محبي شرخان، احبه كثير، بس لما تشوف شرخان يدخل مكان شو يسوي؟ يسوي ضجه. لو وين مكان وجهه مألوف عادي واحد يقول لك انا اعرفه هذا ما ادري وين شفته بس يا اخي اعرفه، فهمت كيف؟ بس المبدا كله ان انا ما احب الجو لما الواحد يعطيني انه او ماي جاد كندي مان وحركات وهذا، لا 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 انا بس احترم، سلم علي احترمني قدمني قدام الناس وكذا كذا 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 اشكرني خلني اروح. بس انك تعرف والله ما حدا ما ادري شو قصدك. طيب واذا ما شفت انه صار هذا الشيء ولو شيء بسيط يعني مثلا يعني جيت على الايفنت وحتى ما في ترحيب لك يعني حسيت انه هذا ما في سلام عليكم؟ سلام حق الله. طيب شفت انك انت تضايقت شو ممكن تتصرف؟ والله اول شيء بسويه بترك الايفنت على طول لانه بروح يعني ما بسوي سين يعني، بعدين بتصل في اللي سوى ايفنت يا سلام عليكم يعطيكم العافيه مع كل احترامي صراحه الايفنت كان تعبان. ما كان اشرشحهم اشرشحهم مع كل احترامي اشرشحهم. طيب شو فيها لو انت حبيت بنت وهي البنت كانت حبك يعني وجيت صارحتها وقالت لك لا انت صديق؟ هذا ما فيها لو، هذا ما فيها لو، هذه صارت حبيبي صارت 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 صارت. شو كان شعورك؟ يا اخي ما احب، يا اخي بنات ركزوا معي اوكي، هذيك يا مرتي صح؟ اوكي بنات ركزوا معي اوكي، اذا انت ما تبيني انا اعبر عن حبي لك لا تعطيني الجو، لا تقولي لي يعني تيجي البنت وتعطيني الجو اني انا هي تحبني، والله
يعني ما اعرف شو تدور بالضبط. بعدين لما اقولها والله انا احب اجي تقول لي لا انا انت صديقي صدوق. لكن وين صديقي؟ وين؟ وين خليتي فيها صديق؟ فلا بالعكس انا انسان جريء فاحب على طول ما اتاخر. دائما احط نفسي ان هو مو سباق اوكي عشان البنات ما تفهموني غلط، بس احس قسما بالله اذا ما لحقت اقول حق البنت اني انا معجب فيها يجي واحد على طول يعني يقولها انا معجب فيك وخلاص يروح. اجرك جراره مثل ما بيقولوا، اجرك فيها غير. طيب شو كان شعورك لما قالت لك انت صديق؟ والله تضايقت حق يوم كليت ايس كريم وسمعت الاغاني تامر حسني الحزينه تامر حسني وحزينه اوكي. طيب شوف يا هلا، لو كنت مدير الانستغرام، انت الانستغرام انت مديره، عرفت شلون؟ انستغرام شو القرارات اللي ممكن تاخذها؟ اعطيني ثلاث قرارات بتاخذهم فورا. اول شيء اسكر البرنامج، اغير اسمه. لا اوفر. لا سميك لا انستغرام اللي زعلني فيه كوبي كات صاير، اي شيء تيك توك يسويه هم يسوونه مع انه حرام، اي شيء سناب شات سووه هم سووه. يعني الستوريات اوكي كانت حلوه بس ما كانت اوريجينال، الريلز حلوه جميله بس مش اوريجينال، حرام. مع ان انستغرام كان اول برنامج في بينهم كلهم، يعني كأنه طيح من نفسه كثير. بعدين الانستغرام المشكله انه ما قاعد يعطي المشاهير حقها. انا لو كنت رئيس انستغرام انا بسوي تيم مكون من 10,000 شخص يتابعوا الناس المشاهير اللي يستاهلوا يكونوا في الاكسبلور. انا كرئيس هذه اول شيء بسويه، والناس اللي ما تستاهل بلوكس، يعني شيء طبيعي. بس انا احس الالجوريثم كمبيوترات، حرام. ليش ما توظف ناس؟ ترى في ناس تحتاج توظف وبيطالب مصاري. طيب شو فيها لو انطلبت لإعلان واعتذروا منك انه هذا الإعلان بعد ما كنتم متفقين عليه وكل شيء اعتذروا منك، ورحت اكتشفت انه صديق مقرب انت حكي له على الإعلان اخذوا منك، صارت؟ هي ما صارت بصراحة. التصرف بيكون جدا ايزي، بشوف الكومبيتيتر اذا جاني بيبسي بروح لكولا. حبيت. بس لا، هذا الصديق كيف بتتعامل معه؟ يعني انه انت حكي له وكل شيء وراح من وراك، يا اخي ممكن يلعب بالسعر. والله شوف بدخل عليه بقول السلام عليكم. شوف انا اول شيء بقول لك يعطيك العافيه، في النهايه الارزاق بيد الله، رقم واحد. رقم اثنين اللي سويته انت غلط، يمكن انا اتفهم بس غيري يمكن ما يتفهم، بس انت في النهايه لازم تفهم هذا الشيء. انت ما يصير تقطع. بس انت قلت لي انك عصبي. انا عصبي بس يا اخي مو في هالامور. والله شوف امور الفلوس ترى ما تهمني، لان والله صدق لو تفكر فيها ترى الارزاق بيد رب العالمين. فصدق الشيء ما يعصب، بس انه اعطيه نصيحه، يباها ما يباها، ما يباها خلاص، وبعدين خلاص اقطع علاقتي معه اكيد بشكل عام. طيب شو فيها لو بقول لك هلا بدك تمسك الموبايل وتنزل ستوري لاحد الفنانين تعمل له تاج، مين الفنان اللي بتختاره؟ من اصحابي فنان من اصحابي سوي له تاج. صقر. ايه طيب اعمل له هلا شو اقول له؟ انت قل له انا بلقاء وطلبوا مني اني صور لفنان غالي على قلبي واعمل له تاج. خلاص تم يا صقر، والله تم يا ابو عقاب تستاهل. ومنت يلا ان شاء الله بعد هو يسوي نفس الشيء يعني لما يكون في مقابله. زين طبعا يا جماعه الخير انا حاليا في المقابله، حاليا لايف انا في المقابله. زين وقالوا لي اسوي تاك حق شخص عزيز عليك في السوشيال ميديا بشكل عام، فهذا هو الشخص العزيز. بس يا جماعه الخير ترى ما يستاهل، انا بس جي سويت له عشان اسلك له. لا استاهل والله، تستاهل يا ابو عقاب. لاف يو برو، لاف يو. حبيت. اوكي صقر اسوي تاج حقه ولا حق اكاونت الفانز؟ لا جوكينج. زين اوكي ذن. شو فيها لو قلنا لك هلا يعني بصراحه وبكل وضوح اعطينا اسم بنتين مروا بحياتك وحبيتهم بدون العائله طبعا وكذا، اسم بنتين حبيتهم يعني حبيتهم كصداقة؟ لا حبيتهم. بنتين هني كتار. أقول لك أساميهم؟ والله ما بتعرفهم إذا قلت لك أساميهم. أنا ما رح أعرفهم، بس إن عندك الجرأة تحكي أساميهم خليهم هني يشوفوا. عندي الجرأة أقول أساميهم. أوكي بنتين، خلنا أتذكرهم لأن كثيرين.
ما شاء الله عليك حبيب حبيب. لا دقيقة. بنتين مروا علي وحبيتهم. مهرة. حلو. قد ايه كان عمرك؟ 18. اوكي. حب البدايات. لا في بداية اكثر. ها قبل. ما شاء الله عليه. فاطمة. مهرة وفاطمة. مين الأحلى؟ مهرة. اوكي. فاطمة تزعل. هلا اثنيناتهم تركوك خلاص. كلهم حلوات جميلات. الزلمة. بعد صح. تركوك. الله صح. شوفي لو طلبنا منك صديق خانك تعطينا اسمه. صديق خاني؟ كيف خاني؟ خيانة صديق يعني مو شكل تحسه انه ما كان خلق. خيانة صديق يعني خاني من أي ناحية بشكل عام؟ أي ناحية ممكن تكون يعني خيانة يعني بشكل عام إنه هذا الصديق اكتشفت إنه ما نكفه. صديق ما نكفه. مشكلة مو في السوشيال ميديا ف لا لا مو في السوشيال ميديا مو في السوشيال ميديا فأفضل ما أقول اسمه. شو فيها لو طلبت منك اتصال مع أحد الأصدقاء تتصل معه تطلب منه فلوس أوكي. مين بتختار؟ عادي يكون أخ؟ أخ ما أخ مين بس صديق أخوي أخوي تفضل أبغى أشوف يعني. يلا 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 ضبطوا لنا الصوت شباب. يلا شغل هالسبيكر. يلا انا سبيكر سبيكر. هذا اخوي العزيز اللي ما يردني في شيء اكيد. الله يخليك ولا بعض. بس اذا اعطاك المبلغ نص لي. ايه بس كم المبلغ اقول انت تطلب منه ما بعرف. دقيقه. شو رايك اسوي عليها سيناريو؟ ايه يلا. يلا. بس قربوا على المايك مشان يطلع الصوت. ان شاء الله يرد علي. الو. هلا بالعضيد. اهلين شو الاخبار؟ تمام الحمد لله. شو اخبارك؟ والله الحمد لله. اقول لك انت وين؟ انت وين؟ البيت. شو عندك؟ ما عنديش حاجه. اوكي اسمع انا شوي متوهق. قول لي برو عمر تدلل. بديتك والله. تذكر موضوع الفلوس اللي قلت لك عنها وشي؟ اي فلوس؟ اللي حصلت وشي للاسف جاني موضوع اضطريت ينو خلص كل فلوسي الحين ما عندي ولا فلس. ف وحتى الفلوس اللي موجوده بعد ينو عشان سيفنجز وشي متوهق انا وايد فاحتاج بس 5000. خمسة الاف درهم بس. إذا متى تحتاج 5000؟ الحين تقدر؟ وصل 5000 البطاقة تعال من ماما. أصرف من البطاقة بطاقتك؟ إيه اللي في البطاقة فلوسك لا؟ هي بس لا أبغى فلوسك أنت أنا. إذا تصرف فلوسك أب تعال شيل فلوسي من ماما. من الوالدة؟ إيه. بتعطيني على طول؟ إيه. عادي؟ يقول اعطيني سيفنج مال احمد. سيفنج عند الوالدة. حبيبي والله ما تقصر. كفو انت كفو عضيد. استعمل برو القلب انت. يلا برو باي. وينك؟ بعدين بكلمك يلا باي. يلا لف يو برو. يلا لف يو باي. كفو. هذا الاخ واجع من قلبي. كفو. براو هذا اخوك الاكبر منك؟ ايه لا لا اصغر عني. اصغر عني. انا اكبر واحد. الله يخليك. والله كفو احمد انا شكلي بستغل الوضع باخذ ال 5000. ايه خلص 2500 بقى 2500. انا بما اني اعطيتك الاقتراح 2000 رضيان. لا عادي عادي. طيب هلا شو فيها لو طلبنا منك انك تقيم لنا هي الحلقه كيف هيك رايك فيها باخر سؤال؟ والله صراحه بدون مجاملة بدي الصراحة أحلى الحلقات اللي مرت علي. في حلقات دائما يحاولوا يطلعوا الأسوأ فيك بعدين يقولوا هذا أنت. بس الحلقة هذه وايد استنست فيها بغض النظر عن الأسئلة الجريئة اللي وصلت لي. بس سبحان الله أول مرة في حياتي أحس أن أسئلة جريئة أنا ودي أجاوب عليها.
شكرا لك. وهلا بننتقل للفقره الاخيره اللي هي اللعبه اللي انت راح تلعبنا فيها اليوم لنشوف مين تحدي اللعبه بيني وبينك. شوف انا لين الحين اشوف نفسي اني انا اقوى واحد في التحديات هذه بشكل عام. هاي اللعبه انت اخترتها وانت جبتها وراح نشوف نلعب فيها انا وياك. يلا واذا خسرت الحين انا شو بستفيد؟ انا شو بحصل؟ بعطيك ال 2500. اوكي اوكي تمام. ننتقل للعبه. هلا بدنا نلعب اللعبة. اوكي شو اسم اللعبة؟ اسم اللعبة تومبلاين تاور بس اسمها جانجو. جانجو. طيب قبل ما نلعب اللعبة بدي اسألك، هلا انت بفيلم خليك شنب كان اول دور اول مرة بتمثل؟ لا اول مرة كنت امثل كان فيلم مختلف، بس خليك شنب كان ثاني فيلم بالنسبة لي. شو اول فيلم؟ اول فيلم كان العملاج. كيف هيك بتحس حالك التطور اللي صار من هذا الفيلم لهذا الفيلم؟ حلو جميل، يعني من ناحية حتى الانتاج و حتى من ناحيه التمثيل بشكل عام قمت اعرف اكثر. يعني انا في اللوكيشن قمت اعرف اشياء ومصطلحات ما كنت اعرفها قبل فاستخدمتها في السكتشات. انت شو دارس؟ انا خلصت ثانويه وخلاص بس بس يعني موهبه الموضوع عندك؟ موهبه ايه، حبي شغفي للسينما من الصغر. يعني بتحس انه الموهبه هو اهم من الدراسه بعالم التمثيل؟ اي ثينك سو. في ناس تاخذها كدراسه مو غلط، بس لازم تبكس معها شويه موهبه. لازم عملت شي دورات تدريبيه ولا فورا سوي؟ لا ما سويت، سويت بعد ما شاركت. اللي شاركت بعدين قلت انا كيف اسوي هذا الشيء، خلاص بشارك الدورات. والدورات تساعد بس مو بطريقه واو. لا شوف دائما انا كنت امشي على على كلام ايلون ماسك، كان يقول اي شيء تبغى تعرفه موجود في يوتيوب. انت تفوت على اليوتيوب دش يوتيوب وخلاص. لان يا اخي والله الشبكه المعلوماتيه هذه العنكبوتيه يا اخي فيها وايد اشياء، بس هل انت فيك القدره انك يعني عندك الوقت انك تتابع؟ انت بتعرف انا عم احاول لهيك لحتى اطلع باللعبه اشوف كيف تقسيمها، لاني انا بدي افوز. ايزي يلا ركز معي. يبالها تركيز وطوله بال. اوكي اوكي زين. ايام الكورونا قلت لي كنت مبين التركيز. يعني مبين التركيز. لا لا ايزي 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 دونت وري دونت وري. هي ايام الكورونا كنت عم تبدا فيها. ايوه كنت تقدر تقول one of the professionals يعني. جايب لي لعبه انت بروفيشنال فيها مشان شو تخسرني قدام الجمهور؟ لا 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 والله بالعكس، والله كلنا فايزين اليوم. يلا اوكي فايزين بوجودك طبعا حبيبي. اوكي اوكي اه تمام اوكي اي ثينك وير جود. 3 2 1 and ولا هات نشوف. اوكي بلش. ابلش انا؟ اوكي المب... مبدا اللعبه كيف بدك تشيل؟ اشيل وابني. اوكي يا بناء انت. يا هي تعتبر هذه اللعبه تعتمد على حس الهندسه فيك وحس الثقه، هل انت واثق من نفسك كمان؟ انا ببدا من مكان حساس. اوبا اوبا فيني امسك لك اياها؟ لا لا ما يصير تمسك. هل اوكي هل حلاوه فيها؟ يلا لا ما بنحرج من اول. اوكي لا تخيل من اول مره. لا لا انا بصعبها عليك. لا لا ما بخسرها عادي. لا ما راح تصعبها. شفت كيف؟ على فكره انا راح اخذ من فوق. انت تبغى تلعبها بالسهل. ايوه 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 يلا اوكي اوكي بسيح. انا عندي لك سؤال. ايه انت مذيع صح ولا لا؟ طبعا. اذا ما كنت مذيع شو كنت بتكون؟ انا ممرض. ممرض؟ ليش؟ بحب هاي المهنة. تحب تساعد الناس يعني بشكل عام؟ ايه بحب هاي المهنة. ما بعرف والله فكرتك تقول ممثل يمكن. لا وجهك. تمثيل انا مثلت مرة. والله؟ مثلت مرة وطلعت جدا فاشل بالتمثيل لذلك. احب صراحتك صراحة. توبة اني اعيدها. انه على فكرة انا كنت فعلا احب التمثيل وكنت بدي ادخل معهد عالي للفنون المسرحيه، بس صار ظرف خلاني اني ما ادخل معهد عالي للفنون المسرحيه، دخلت معهد عالي للفنون رقص الباليه. انا خريج معهد رقص باليه. باليه؟ في باليه حق الرجال؟ طبعا. دقيقه دقيقه خلينا نركز. كنت بفرقه انانا وبعدين عملنا مسرحيات وسافرنا بال شكلي انت خسران. هو جاي وعم يلعب وانا مشكلة انا قاعد اسولف طيب. معاه لحالك شايف. طيب راح اعطيك فرصة ثانية. تفضل فرصة ثانية. شوف هالمرة انا الحين ما بسولف. اوكي انا هالمرة ما بسولف. اوكي اوكي اوكي
يعني لانه انت جيت وانا اللعيب وانا اللي بدي العب وعم بتحكي. بس يا اخي لازم هذه في البدايه عشان انا ابني في حاجه هاي. لا 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 ما لا داعي. هذا ايزي. طيب انا اللي بدي اسالك، لو انك انت ما انك فتت بهذا المجال الشهرة وفتت، انت قد ايش صار لك كم سنه؟ تقريبا صار لي الحين السنه الجايه بكمل 10 سنوات باليوتيوب. يعني من انت وصغير بدأت. دخلت انا وعمري 13. طيب لو ما انك يوتيوبر معروف ومشهور، شو كنت هلا صرت؟ صراحة أحب الفن. أنا كنت بكون رسام جرافيتي. يلا هلا نشوف اللعبة مرة ثانية، مين اللي راح يخسر؟ على فكرة أنا أول مرة بلعبها والله. أنا خليتك تفوز عشان تحصل الثقة هذه عشان أنا بعدين أخلفك مرة ثانية. نشوف. إيزي. بس أنا طولت عليها، يعني أنا طلمت أنت كيف تعملها. يلا. اها ها يلا يلا انا رح بلش. بلش يلا. رح بلش من محلي. بلش من محل ببلشت. انت شو اللي خلاك تفكر انك تصير مذيع؟ شو اللي خلاك تحبب هذا الشهر؟ حب الاضواء والشهره. والله ايه، من انا وصغير يعني كانوا يقولوا لي شو بدك تصير؟ شيء مشهور. خلنا نصير. بدي اصير مشهور. طيب تعرف انا عكسك. لا انا لا أنا أنت لعبت في التوازن. أوكي شاطر. كفو. أوه نايس. هل لازم أنا أرجع التوازن مرة ثانية؟ يلا فشو بسوي؟ تشيل من هون. تشيل من هون. بس عن جد لذيذ اللعبة، حبيتها. حلوة صح؟ لا وسريع. هلا انا الصعوبة عندي. طيب انت تلعب في التوازن. اوكي انا شيل المتحد. ولي قلت لك انا لعيب. اوكي نايس. انا الحين صعب عليك. لا هيك كثير. اوكي نايس. يلا كأنه صارت اسهل كثير. خلص. واحد واحد. هلا بدي اقول لك شكرا كثير لك، وعن جد كانت حلقه ممتعه، وبدي اشكرك عن جد على العفويه والشفافيه اللي كنت فيها. بالعكس وايد، انا وايد وايد استمتعت في هاي الحلقه وتشرفت فيك وتشرفت في طاقم التصوير وطاقم الانتاج. شكرا لكم جمهورك اللي عم يشوفك. يا جماعه الخير، خلكم جاهزين لان القادم بيكون افضل واحسن باذن الله. واشكركم كلكم على متابعه البرنامج بشكل عام، واشكر قناه الان يعطيهم العافيه. ثانك يو جايز سو ماتش لانكم وثقتوا فيني وتابعتوني من البدايه. وفليكس حقكم. شكرا لك وشكرا لكل اللي عم يتابعنا بقد التحدي. تابعونا بحلقات قادمه. تابعوهم على طول، مو بس انا. هو راح يدعمني على طول كل الحلقات.